اتكلمنا بفضل الله في الحلقة اللي فاتت من سور جمعة بالسيدة عائشة عن أسعار أشبال الأسود وأشبال النمور، كمان بفضل الله اتكلمنا عن أسعار التغويص وبعض الأنواع من الزواحف والجوارح. النهاردة بفضل الله نشوف تشكيلة جديدة وحيوانات جديدة من الزواحف والجوارح والحيوانات البرية اللي بفضل الله يعني هنشوفها حصريا. وحابب أقول لحضراتكم بالنسبة للأشبال الأسود زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت إنها بالورق بتاعها، النهاردة بقى نشوف باقي السوق. كمان فضلا نتفرج على الحمام الفراخ الهندي حلقة ضرب نار. قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتأكدوا من تفعيل زر التنبيه علشان تصلكم فيديوهاتنا أول بأول، ونخش على ضرب النار على طول. توكلنا على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. جولدن ده عامل 700، ما شاء الله. اللي هي جولدن ده 800 جنيه ده وانا غالي. صحيح نسيت اقول لكم يا جماعه، ودي اخر حاجه وهنخش على ضرب النار على طول باذن الله. الحلقه اللي بعد دي على طول هتكون من سوق كلاب، حلقه قويه جدا بفضل الله، ضرب نار باسعار الكلاب الشرسه، اسعار كلاب الزينه، كل يعني اللي ما تحتاجوه يعني بالنسبه لانواع الكلاب. وبالله عليكم يا جماعه ما تنسوش اللايك والشير والكومنتات، وعايزين ننشط بفضل الله من تاني الهاشتاج بتاع بيت الزحف للمليون، وباذن الله رايحين للمليون والدرع المليون. ونبدا حلقتنا. ده نوع يا غالي؟ ده هندي؟ ده لا ده خبر هزاز، يعني العربي. ده هزاز، ما شاء الله، عامل كام؟ عامل جوز 700. الجوز 700 جنيه، وين يا غالي؟ ده البراهما الامريكي. البراهما الامريكي، عامل كام؟ الحته عامله 200. ما شاء الله عليك. الكبير عامل 2000. الله اكبر، ده غالي بقى الهندي، صح كده؟ هندي وده تايلاندي. اسمه ايه؟ ده هندي وده تايلاندي. ما شاء الله، الاسعار كام يا غالي؟ ده عامل 500 وده عامل 1000. الله اكبر، عايز رقم تليفون؟ 011 40 743 717 نورت الدنيا يا غالي. شوف اسمها ايه؟ هندي. ده عامله كام؟ بتجيب على طول؟ في رقم تليفون؟ 0 010 66 47 90 13. شكرا. ما شاء الله، عاملين كام؟ دول عاملين 650، دول عاملين 600. 650 و600. وتحت يا غالي هنا؟ دول تنزلات. عاملين كام؟ 180. في رقم تليفون؟ رقم تليفون. زيرو؟ زيرو كام؟ 012 زيرو 12 7 55 70 50 على راسي يا غالي، نورت الدنيا. الله يخليك. ده نوعه ايه؟ تقدر تنزل على النت؟ يوتيوب. اه. ده روماني ما شاء الله. بص يا جماعه ده الروماني، الله اكبر، حاجات نوايا. ده عامل كام؟ دكر ده عامل 1000 جنيه ما شاء الله. هنا يا غالي؟ ده انا النوع ايه يا غالي؟ روماني والله ما شاء الله، نفس الاسعار نفس السعر. الدكر الدكر والنتاية عاملين 1000 ونص ما شاء الله عليك. وهنا يا غالي؟ قص كينج. كينج برضه نلفا. السعر كام؟ 2000. هنا كبير؟ لح. الاسعار 500 القص ما شاء الله عليك. هنا روماني برضه. روماني نفس الاسعار ولا؟ 1000 ونص. الله اكبر عليك. وهنا يا غالي؟ ده بص يا جماعه طيبر. ها ما شاء الله، عامل كام يا كبير؟ 500 جنيه. الله اكبر على شغلك ما شاء الله. قص كينج. كينج نفس الاسعار؟ نعمل 2000 ونص. هنا قص كينج ابيض. الله اكبر. السعر بتاعه 2 ونص ما شاء الله. هنا غالي؟ دول رومانيات، التايه كينج لوحدها. نفس الاسعار؟ ما شاء الله عليك، الله اكبر، النوادر كلها. بص يا جماعه يا عم انا ما اكلتش حاجه ما شاء الله، ما تطيرش كده. عامله كام دي بقى؟ دي عامله 1 ونص. وباقي الرومانيات على بيه. وباقي الرومانيات اللي معاها دول؟ الدكر ب 500، زغلولين ب 500. ما شاء الله عليك يا غالي، الله اكبر، استراليات ما شاء الله. عاملين كام؟ في جزء 50 جزء 60. الله اكبر. ديك شك اللي السعر كام؟ 40 جنيه ما شاء الله. والحاجات اللي تحت في القفص؟ 25 30. الانواع ايه بقى؟ في استغلاليات في بلدي ما شاء الله، مع بعض يعني مجموعه. هنا يا غالي؟ وده بلد على استرالي ما شاء الله، نفس الاسعار برضه. اه الاسترالي ده انا عامل كام؟ في رقم تليفون؟ زيرو 011 011 4 173 9 448. نورت الدنيا يا غالي. 4 4 8 نورت الدنيا كبير. الله يخليك يا رب. والحمام ده نوعه ايه؟ في نمساوي وفي عليسه. الاسعار بتبدا من كام؟ على حسب بقى اللي انت عايزه. اقل حاجه مثلا سعرها عامل كام؟ في ب 80. نوعه ايه بقى؟ نوعه ايه اللي ب 80؟ العبايسه في ب 80 وفي ب 120. ما شاء الله، والاعلى حاجه بتتباع؟ اعلى حاجه 130. نوعه ايه بقى؟ عبايسه برضه ما شاء الله. ودي
ودي يا غالي؟ ده 80 جنيه. نوعه ايه؟ ما شاء الله عليك. وده هنا يمان عامل كام يا كبير؟ عامل كام اليمان؟ والكوكتيل؟ الكوكتيل اصلا ده عامل 50. الله ينور عليك يا كبير، شكرا على وقتك. في رقم تليفون؟ ودول انا عاملين كام يا كبير؟ نفس الكلام يا عم وليد؟ على راسي يا غالي. شكرا. ده يا غالي؟ عامل كام؟ ما شاء الله. وهنا لحم برضو؟ عاملين كام؟ ما شاء الله عليك يا غالي. واللي في الاخر ده؟ غير ما شاء الله. وهنا؟ ده ما شاء الله عليه. الاسعار كام؟ في رقم تليفون؟ 011 53 37 69. نورت الدنيا كبير. السلام عليكم. هنا الاسعار نفس الكلام يا كبير؟ هنا ما شاء الله عليك. ده رومي برضه؟ كينج. الله اكبر. عامل كام؟ ما شاء الله. بصوا يا جماعه، وده هنا غالي؟ نعم. الاسعار كام؟ الاسعار 60 جنيه ما شاء الله. الله اكبر. وهنا غالي؟ الله اكبر عليك. مفيش رقم تليفون؟ نورتوا الدنيا. عايز ايه؟ لو حد لو حد ياخد شغل بره السوق. زيرو 011 2000 35 47. شكرا. نورتوا الدنيا. الحاني ما شاء الله. عامله كام؟ واحد ونص. بتعرف ازاي بقى لو الحمامه كويسه وانت بتشتريها؟ بتعرفها ازاي لو الحته كويسه؟ عشان اللي هيشتري حمام وما يعرفش. الله يقول عليك. من صدرها يعني بتعد الريش بتاعها او حاجه؟ لما تشوفها بقى صغيره ولا كبيره؟ تشوفها عليها كام؟ عليها الصب. الله اكبر عليك. بتجيبوا شغل حمام على طول؟ في رقم تليفون؟ زيرو 012 2 940 65 67. تحبوا تطلعوا معايا؟ على اليوتيوب؟ بيت الزواج. نورتوا الدنيا رجال. دينا اهو كريزلات وجامعات. الاسعار كام يا غالي؟ ايه الاسعار؟ يعني عندك من 100 جنيه لحد 150. ما شاء الله. اسعار متوسطه جميله. هنا غالي؟ لا لحم فرنساوي. عامل كام؟ 3.5 جنيه ما شاء الله. الحاجه دي تبعي برضه. ده نوعها غالي؟ برضه نفس الاسعار. نفس الاسعار ما شاء الله. وهنا غالي؟ عندك الله ينور عليك. رقم تليفون؟ رقم تليفون 011 48 98 65. نورت الدنيا غالي. عاملين كام؟ 175 ما شاء الله. وهنا غالي؟ الاسعار غالي؟ 50. نورت الدنيا كبير والله. الاسعار بتبدا من كام يا كبير؟ اقل حاجه بيبدا من كام؟ 50 جنيه. نوعه ايه؟ جمعيات. الله اكبر. واعلى حاجه نوعه ايه؟ اسمه ايه؟ قشر بنادق. اعلى حاجه 1000 جنيه. في رقم تليفون؟ رقم تليفون 0 011 51 69 20 98. الله يخليك. نورت الدنيا. كل انواع اللي انتوا عايزينها يا جماعه موجوده بفضل الله. الله الحبيب. اكلات للزغاليل الحمام من عمر يوم لحد الطليق 15 20 جنيه. عمر الطليق اللي هو قد ايه؟ عمر الطليق ايه؟ عمر الطليق اللي هو كام يوم؟ يعني هو مكتوب من عمر يوم لحد الطليق. الطليق ده يعني كام يوم؟ بص يا عم، ده الكيس ده ب 15 جنيه ما شاء الله عليك. الكيس ده بكام؟ 15. وده الكيس ده وده كده ب 10 جنيه. بحاجاته كده ب 10. الله. بيفضل الحمامه تاكل منها لحد امتى؟ ايه؟ لحد عمرها قد ايه؟ لحد ما تطلع خالص. ما شاء الله. الكوتش دي اصلا جهاز ضخم. الكوتش بتاعت ايه؟ جهاز ضخم. ده ب 10 ده 15. ماشي. لحد عمرها قد ايه بقى؟
90 جنيه ب 3 جنيه. لحد عمرها قد ايه طيب هي؟ ايه؟ لحد عمرها قد ايه بتكبر بعد كده مع نفسها؟ تاكل لوحدها؟ هي اول ما عيالها تكبروا شويه كده صغيرين عند 5 6 ايام كده وانت تبدا تاكلهم بقى. ما شاء الله عليك. والمكان يا جماعه ممكن قدام محل الارزاق بالله. ارزاق بالله. على الله يا غالي. نورت الدنيا، نورت الدنيا كبير. الحمام ده تبعك ها؟ تبعي. على اسعار كام؟ هي. ما شاء الله. الله اكبر عليك. عامله كام؟ ده ب 70 جنيه. ربنا يكرمك ويبارك لك. هنا يا غالي؟ هي اي حته ب 40 جنيه. نوعهم ايه؟ هزاز كتاف، هزاز ديول. الله اكبر عليك. الله يبارك لك. وهنا يا غالي؟ هنا تحت اللي دي عامله 40 والدي 30 وده شمشولي زغلول. الله اكبر عليك. نورت الدنيا كبير. اخدنا بقى على بصر. بص يا جماعه بقى يا شماصر اللي بنصور من عنده على طول، عنده كل حاجه نادره ما شاء الله. المكان قدام محل الزعيم، كل الانتيكات والتحف النادره. ابو حميد باشا مصر، وحشنا يا غالي. المتوسطات يا غالي، ويعني الحيوانات اللي موجوده النهارده. ده الانفت ده صح؟ ده الانفت. ده عامل كام؟ ده عامل 120. 120 جنيه. اجل دراي فود والكلام ده. دراي فود لحوم. حشرات. كلامك كبير. الله يقول عليك. البومه دي؟ دي البومه القزميه. تعتبر من الطف البوم. عامله كام؟ دي تبدا معاك من 200. 200 جنيه يا جماعه. الله اكبر. اخرها الحجم ده. اخرها الحجم ده. الله اكبر عليك. تفرق بقى معاك. تاكل لحوم فراخ قوارض كله شغال. ما شاء الله. البومه اللي فوق دي يا غالي؟ دي المفترية. البومه دي بومه الالب. ما شاء الله. بومه حظائر. عامله كام؟ دي عامله 300. نفس الاكل برضه، لحوم فراخ لحوم وقوارض. الله اكبر عليك. الغراب ده هنا يا غالي؟ ده غراب عادي. ده غراب عادي ما بيتكلمش ده؟ لا لا ما بيتكلمش. عامل كام؟ ده عامل 200. 200 جنيه. الله اكبر ما شاء الله. بتاكله ايه بقى؟ ده بيعمل مثلا يا يعتبر باكل كل حاجه. الله اكبر عليك. دي هنا الحرابي. حرابي دي تاكل حشرات. لا بص من هنا يا عم. ما شاء الله. عامله كام النهارده؟ عامله 25 و30. ما شاء الله عليك. ده هنا بقى مستر ومايس. مستر؟ المستر للتربيه العادي، والمايس ده في الغالب بياكلوا بالسور والكلام ده والتعابين صح؟ عامل كام بقى؟ الهامستر الجزء ب 70. ما شاء الله. والمايس؟ المايس الجزء ب 30. وال ابو السور هنا عامل كام النهارده؟ ابو السور يبدا بقى معاك من احجام من 30 جنيه ل 150. ما شاء الله عليك. بصوا باشا مصر ابو حميد هيفرجك. بصوا يا جماعه كل الاعجاب اللي انتم عايزينها. ما شاء الله عليك. الله اكبر عليك يا غالي. ما شاء الله. الارانب دي عامله 150. والحمام؟ الحمام 70. ما شاء الله. ده البط الخضراء اول مره اشوف منه الكبير. ما شاء الله يا جماعه. عامل كام بقى؟ لا عامل 300 جنيه. بيطير؟ اه. لا اقفل بصراحه. الامام ده انا عامل كام؟ لا عامل 35 جنيه. الله اكبر عليك يا غالي. اديني رقم التليفون بقى يا كبير. 010 24 24 75 75 74 40. في ارقام ثانيه؟ لا. الله ينور يا غالي. صفحه فيسبوك؟ احمد ناصر. ما شاء الله عليك. وفي اكونتات تانية؟ في محمد ناصر برضه. في جروب على الفيسبوك؟ جروب موجود الجروب. ممكن تبعت لي اللينكات وانا احطها؟ على راسي يا غالي. عامل ايه؟ وحشنا. نور السوق النهارده. وحشة مصر. استاذ اسلام ناصر، فرشة استاذ اسلام ناصر والحاج ناصر. طبعا يعني من اقوى الفرشات في سوق الجمعه بالنسبه للزعف والسور. كنت وحشنا جدا يا كبير. حبيبي الله يخليك. في ناس بقى حبايبنا على القناه فضل ربنا بيسالوا عن الزواحف المتاحه حاليا والصقور والدنيا دي، فايه الدنيا؟ كل حاجه بس هو ظروف السوق بس غصب عننا. ما شاء الله عليك. متاح في المزرعه والدنيا. ممكن استاذك نسيب الارقام للي حابب ياخد اي شغل؟ 011 011 55 155 94 94 836 015 015 5 5 20 88 3 9 3 9 3 9 7. وانا يا غالي احنا هنظبط الدنيا. هسيب لكم بعض بفضل الله كام حلقه كده من اللي صورناها قبل كده مع استاذ اسلام ناصر. حلقات ضرب نار ان شاء الله حصريا. نور مكانك دايما يا غالي. وباذن الله طبعا الوقت دلوقتي ما شاء الله بقت حاجه. الناس اللي بتربي زواحف في سوريا يعني بقت حاجه. الله اكبر. طبعا يعني فاضل يرجع ربنا ثم لحضراتكم وفي نشر المعلومات. نتمنى الغياب توصل لكل كبير وصغير. الله يخليك. واحنا هنا بيجمعنا حب الحيوانات على قناه فضل ربنا. وشوفك ان شاء الله يا غالي ضرب نار كتير. نورت مكانك يا زميلي. تعالوا بقى رجاله معانا على القناه.
اسمك ايه؟ محمد. وانت؟ حسن. وانت؟ منير. الله ينور كمان يا رب. عمال اغلي؟ تطلع معانا؟ تعالى باشا مان. لا ما تلاقي الكاميرا كبيره، نورت الدنيا يا فندم. الله يخليك يا استاذ. نورتونا جدا يا استاذ. المصري اللي عندنا على بديه الزراعه منور الدنيا كبير. الله يخليك يا رب. شواتنا نور الدنيا. بعد اذنكم بقى يا حبايب قلبي هقول لكم يعني حاجه صغيره جدا جدا وكده كده الحلقه خلصت يعني بفضل الله متصور يعني كل الحيوانات اللي نزلت سوق الجمعه بفضل ربنا على القناه في حلقات قبل كده متصوره من السوق بفضل الله بكل الانواع اللي يعني اللي انت عايزها من الزواحف من الجوارح من بفضل الله الحيوانات البريه اي حيوانات اليفه ففضل الله برضو ارجعوا شوفوا الحلقات القديمه يا جماعه اللي بيشوف القناه لاول مره احنا بفضل الله ما خليناش حيوان ما صورناهوش بفضل الله وتوفيقه الحمد لله رب العالمين وشكرا لكل اخواتي اللي بيشرفونا على القناه ولكل اهل بيت الزواحف وجمهور بيت الزواحف فاستاذنكم شوفوا الحلقات دي يا جماعه وحتى يعني بفضل الله لو انت معانا وبقالك فتره كبيره فانا عارف ان الحلقات دي وحشتك على ما ننزل لكم ضرب النار الجاي باذن الله تعالى ما ينفعش تبقى وصلت لحد هنا ما فعلتش جرس الاشتراك يعني احنا بنقول دايما ان احنا بيت واحد واسره واحده وعيله واحده وبغض النظر يعني انا من محافظتي او انا من دولتي كلنا في الاخر يعني وطن عربي بيجمعنا بفضل الله يعني حاجات كتيره جدا مع بعض وطبعا احنا عارفين طبعا حاجات كتير يعني ربنا بيحاسب عليها بس احنا لينا ان احنا مع بعض نبقى كويسين بفضل الله هنا على القناه احنا بنستمتع مع بعض بنبسط مع بعض بفضل الله اي حاجه انت محتاجها ان شاء الله تلاقيها على قناه اخوكم الصغير باذن الله معلومة متوسطات كل ما تحتاجونه بفضل الله فيا جماعة حتى كمان مصور يعني بفضل الله قبل كده مزارع ويعني محلات حيوانات ما شاء الله ضخمة جدا وبفضل الله فيها حصريات فيها الحيوانات اللي يعني اللي نادرا ما بتلاقيها في اي محلات حيوانات فاتفرجوا يا جماعة استمتعوا اوعدكم اللي جاي ان شاء الله كله هيكون ضرب نار يا جماعة وتأكدوا برضو من تفعيل زر التنبيه علشان توصلكم الاشعارات بتاعتنا اول باول ويعني انا متفائل خير انا يعني عارف الشغل اللي انا مجهزه ايه وجهزه كمان لشغل رمضان 2022 ان شاء الله واه يا بيت الزواحف اه بس احنا بفضل الله بنصور كل الحيوانات يا جماعه على راي عم سيد ابو قلب كل اللي بيطير في الجو كل اللي بيعوم في الميه كل اللي بيدب على الارض وفقنا الله لكل ما يحبه ويرضاه وكله بفضل الله وتوفيقه والحمد لله رب العالمين وكلنا اهل وعيله واحده زي ما انا قلت ما اطولش عليكم الحلقه الجايه الاشعار الجاي ان شاء الله من سوق الكلاب زي ما قلت حضراتكم والجاي كله باذن الله ضرب نار اي حاجه بتمشي على الارض بتطير في الجو تعوم في البحر سيد ابو قلب يقدر يجيبها على الراس يا غالي ما شاء الله عليك في شبل وفي نمر ما شاء الله موجود اه الله اكبر في اسد في غزال الحاجات دي مصري بتنزل السوق الله اكبر عليك تكسب بالطلب بس ادينا متوسطات